يلا سابع، بلشنا امبارح درس الزوايا المضلع. اول شيء اخذنا شو يعني مضلع، مين عرف شو يعني مضلع؟ اعطيني تعريف المضلع. يا محمد مغلق ويكون مستقيمات الأبعاد. تمام، اعطيني تعريف كامل. مش هو الشكل تمام، تمام، حكينا انه المضلع هو عبارة عن شكل هندسي مغلق، جميع أضلاعه مستقيمة، نهاية الضلع الأول فيه هي بداية الضلع المجاور. تمام، وحكينا عشان أقدر أحسب لأي مضلع في الدنيا أعطاني عدد أضلاعه، كيف بقدر أحسب مجموع قياس زوايا؟ بدنا نفرق سابع لأنه عندي ثلاث قوانين هلأ. واحد رح يكون عن اللي أخذناه امبارح اللي هو مجموع قياس زوايا داخلية لأي مضلع. تمام، حكينا شو القانون تاعه. يلا يحيى. تمام، S تساوي N ناقص 2 ضرب 180 درجة، بيعطيني هيك مجموع قياس زوايا داخلية لأي مضلع، بيعطيك عدد أضلاعه. طيب لو خصصنا المضلع أكثر، وحكيت لك إنه في عندي إشي اسمه مضلع منتظم، مين متذكر شو يعني مضلع منتظم؟ يا عمار. جميع أضلاعه تساوي. تمام، جميع أضلاعه تساوي إيش كمان غير أضلاعه؟ هلا هو اكيد حيكون مغلق لانه احنا اوريدي حكينا انه هو مضلع، فمضلع اكيد حيكون مغلق واضلاعه مستقيمه، بس عشان اسميه مضلع منتظم حكى عمار انه لازم تكون جميع اضلاعه متساويه. طيب غير الاضلاع شو كمان؟ تمام، جميع قياس زواياه لازم تكون متساويه. عمار حكى لنا مثال زي المربع، المربع لازم اضلاعه كلها تكون متساويه، وزواياه احنا بنعرف انه كل زواياه شمالها قائمه، كل واحد فيهم 90 درجه. تمام، مجموعهم هذول الأربعة 360 درجة. طيب هلا الفكرة الثانية في الدرس حتحكي لي أو حيطلب مني ما أحسب كل، يعني إحنا إذا بده إياني أحسب مجموع زوايا داخلية سواء لمضلع منتظم أو غير منتظم رح نستخدم القانون إن ناقص 2 ضرب 180. طيب هلا لو طلب مني إني أحسب وحدة منهم، هلا كلهم قد بعض، تمام؟ بدو يعني احسب واحدة من هاي الزوايا الداخلية، إذا أنا عرفت واحدة بقدر أعرفهم كلهم، طب شو بتتوقع القانون يكون؟ إحنا اللي أخذناه امبارح كان N ناقص 2 ضرب 180 هذا لمجموعهم كلهم، طب إذا بده واحدة وأنا بعرف إنه المنتظم كلهم قد بعض كيف ممكن أطلعه؟ تمام، ممتاز يا يحيى. يعني اني اطلع اللي اخذناه امبارح هو بيطلع لي مجموع قياس زواياه كله واقسمه على عددهم، هيك انا بقدر اطلع قياس الزاويه الداخليه الواحده في اي مضلع. لازم يحدد لي انه هذا المضلع شو نوعه، لازم يكون منتظم. تمام، اذا صار هيك عندي قانونين، يا اما بطلب مني مجموع قياس زوايا داخليه لاي مضلع، او رح يطلب مني مجموع او قياس زاويه داخليه واحده في مضلع، بس هذا المضلع لازم يكون ايش؟ منتظم. تمام؟ طيب خلينا نحل الواجب اللي كان علينا امبارح. اسئله صفحه 117. طيب سؤال ثلاث، اول سؤال كان علينا واجب، كان بده بطالب مني اوجد قياس زوايا داخليه لمضلع له 12 ضلع. اذا الان لان اللي هي بتدل على عدد الاضلاع هي 20. تمام، اول شيء دائما بنكتب القانون اس تساوي ان ناقص 2 ضرب 180. يلا يا عبد الرحيم. تساوي 20. تمام، بعوض بدل ان 20، عبد الرحيم بس اللي يحكي. 20 ناقص 2 ضرب 180 بس تساوي زي الأولوية 18. تمام، الأولوية للأقواس 20 ناقص 2 18 ضرب 180، بنزل الصفر واضرب 18 في 18، قديش صار الجواب؟ 3240 درجة. هاي عبارة عن شو؟ عن مجموع قياس جميع الزوايا الداخلية لمضلع له كم ضلع؟ 20 ضلع. لا مش عن هسه، مش هلا عم بحكي عن هذا.
هسه هذا الداخل يعني كلهم بجمع كل اضلاع زي كيف المربع له اربع زوايا كل واحد فيهم 90 بجمعهم بيطلعوا 360. اذا بدي احسب للمربع هون رح احكي 4 ناقص 2 ضرب 180 حيطلع 360. لازم مثلا انا بلشت حل ما حطيت اس سويت بلشت حدد وحطيت اسمك علام بنقصك علام لانه رح يكون مطلوب منك القانون بالامتحان. طيب هلا طالب مني لما ان 32 يلا يا احمد شايف حنكتب القانون اس تساوي ان ناقص 2 ضرب 180. هذا الفصل فيه كثير قوانين سابع، في عندنا وحده كامله هاي بس عباره عن قوانين وطبق، ايش اسهل من هيك؟ بدك تحفظ القانون وطبق عليه، بتصفي بس قدامك عمليات حسابيه. تمام؟ يلا يا احمد. داوود بدل الان 32 ناقص 2 ضرب 180. 30 ضرب 180 نزل الصفين 54. 5400 درجة هو قياس الزوايا أو مجموع قياس الزوايا الداخلية لمضلع إلى 32 ضلع. واضح؟ إذا هاي بدنا نرجع نأكد أنه هون بطلب مني بس مجموع قياس زوايا داخلية لأي مضلع بشكل عام، يعطيني عدد أضلاعه وأقدر أحسب له مجموع قياس زوايا. طيب لما حددنا أكثر حكينا عن المضلع المنتظم، خلينا نكتبها عشان ما تنسوها، أن المضلع المنتظم هو عبارة عن مضلع جميع زوايا متساوية جميع أضلاع المضلع المنتظم يعني كلهم متساوي. اضلاعه متساويه زواياه متساويه. طيب هلا لايجاد سابع قياس زاويه داخليه في مضلع، هذا المضلع لازم يكون منتظم، لازم يحكي لي مثلا خماسي منتظم سداسي منتظم عشان اقدر اطلع. اذا ما حكى لي كلمه منتظم انت ما بتقدر تستخدم هذا القانون. رح استخدم القانون اكس تساوي نفس القانون الاول اللي هو الاس اللي هم ان ناقص 2 ضرب 180 درجه، رح اقسمهم على عدد الاضلاع اللي هو ان. هذا هو القانون اللي رح نستخدمه عشان اوجد قياس زاويه داخليه لمضلع منتظم. نعم بس طب انا لازم احط اكس او اس؟ اكس هذاك اس القانون الاول هذا يعني لازم احط اكس او اس؟ لا بتفرق مس، القانون الاول اس القانون الثاني رمزه اكس. طيب بما انه في قسمه فهون اكيد رح نستخدم، اذا احتجنا القسمه الطويله رح نستخدمها. هلا هو الاس في سؤال بالكتاب ممكن انت وانت بتحل باسئله الكتاب تلاقي سؤال طويل يعني قسمته شوي رح تغلبك. هلا هو شو طالب مني السؤال؟ بحكي لي جد قياس زاويه داخليه للمضلع منتظم معطى عدد اضلاعه وقرب اجابتك لاقرب درجه، يعني احنا رح نقرب لاقرب عدد صحيح. كون عم نحكي عن زوايا مش منطق نقعد نحكي مثلا قياس هاي الزاويه 25.45% صح؟ خلص بنقرب هنا تقريبا كم؟ تقريبا 25 درجه. تمام؟ فهلا اذا طلع معنا كسور واحنا عم نقسم قسمه طويله شو رح نساوي؟ رح نقرب لاقرب عدد صحيح. شو يعني اقرب لاقرب عدد صحيح؟ يعني باخذ منزله الاحاد وبطلع على منزله الجزء من 10. إذا منزلت الجزء من 10 كانت 5 وأكثر رح تعطي للعدد الصحيح 1. إذا كانت أقل من 5 ما رح تعطي 1، رح يضل الرقم زي ما هو. هلا بنشوف إحنا عم نحل. تمام؟ فهلا سؤال طالب مني، سؤال 5 طالب مني أني أوجد قياس زاوية داخلية لمضلع تساعي منتظم، له 9 أضلاع وهذا المضلع منتظم. إذا الـ N تساوي 9 وهي 9 او هذا المضلع هو مضلع منتظم. هاي الكلمه اذا ما حط لي اياها بالسؤال ما بتقدر تستخدم هذا القانون. اذا رح استخدم القانون اللي بيحكي اكس تساوي ان ناقص 2 ضرب 180 على ان. تمام اكس تساوي يلا يا محمد بدل الان ايش رح احط يا محمد؟ 9 ناقص 2 ضرب 180 تقسيم 9. تمام طلع هون
الأولوية لمين؟ الأولوية للأقواس. إذا إكس تساوي يلا محمد 7 ضرب 180 على 9. بالضرب بالأصل أني إذا كان عندي بسط ومقام أخلص أولويات بسط أولويات مقام بعدين آخر إشي بقسمهم، فهون الأصل أنا ببلش بالضرب. لكن دائما إحنا بالضرب إيش أنا دائما بقول لك بندور على إشي اسمه اختصارات، صح؟ لأن هالاختصارات دائما بتسهل علي الحل، فبشوف هل في اختصار بين 9 وال 180. تمام، عشو أقسم؟ على 9 ما بتقسم على 2 على 9 فيها 1 على 9 كم فيها؟ بنزل الصفر 18 تقسيم 9 2. إذا صف عندي السؤال x تساوي 20 ضرب 7. إذا x شو تساوي؟ 140. هون الأرقام ما حتطلع معك أشوبة كثير كبيرة زي السؤال الأسئلة اللي حليناها قبل. ليش؟ لأنه الأسئلة اللي حليناها قبل كانت عم تحكي عن مجموع زوايا داخلية، مجموعهم كلهم، بس هون عم بحكي عن واحدة منهم. يعني هذا هاي ال 140 هي قياس زاوية واحدة بمضلع منطقة اتساعي منتظم. تمام؟ إذا طلبت منك كلياتهم الجواب شو راح يكون؟ راح يكون 7 ضرب 180. لا، هناك طلب مني مجموع قياس زوايا كل المضلع، هون طالب مني مجموع قياس زاوية واحدة بس من هذا المضلع. بيصير بس انت هيك راح تطول تستخدم قسم طويل. الاختصار اختصر علي فكره اني اقسم قسم طويل. دائما الاختصار بيصغر الرقم فما راح تضطر انك تتغلب. يا عمر بعدين لا ما في للغير منتظم. خلص هو اول فكره انك تطلع مجموع قياس زوايا اي مضلع، الفكره الثانيه تطلع قياس زاويه داخليه لمضلع منتظم. في كمان فكره هلا بحكي عنها بس نحل هذا السؤال. طيب السؤال رقم 6 عم بطلب مني اوجد قياس زاويه داخليه لمضلع الى 11 ضلع، وهدول ال 11 ضلع هذا او هذا المضلع هو مضلع منتظم. هلا اللي حاطط السؤال صراحه كان لازم يحله قبل لانه شوي حيطلع معي كسور وهذا الدوري. تمام، فرح نتغلب شوي بالقسمه، مش كثير شوي صغيره بس. يلا اول شيء بحط القانون اكس تساوي الناقص 2 ضرب 180 على ان اكس تساوي يلا حط اكس 11 اقص 2 ضرب 18. تمام، عندي 9 في عندي اختصارات هون؟ لا، فلازم اول شيء نضرب بعدين نعمل قسم طويل. يلا بنزل الصفر 9 في 8 2 7 بالياد 9 ب 1 9 ب 1 16 7 قصدي مش 1. بصير عندي 1022 تقسيم 11. فهلا مضطرين شو نعمل؟ نعمل قسمه طويله. شكرا يا حمد. 1620 بدي اقسمها على 11. يلا يا محمد تكذب القسمه. تمام 16 تقسيم 11 1 1 ضرب 11 16 ناقص 11 5 انزل 2 52 كم 11 فيها؟ 4 ضرب 11 سير محمد اللي يحكي 44 52 ناقص 44 8 نزل الصفر 80 تقسيم 11 7 ضرب 11 77 8 ناقص 70. تمام خلصوا عندي المنازل ولسه عندي الباقي مش صفر. راح احط فاصله فوق وفاصله بالناتج واحط صفر.
تمام. دائما اذا بزيد عندي باقي بحط فاصلة وصفر وراح احط اصفار بقدر حاجتي. كمل. نفس الصفر. تمام. 30 تقسيم 11 2 22 ضل 8 نزل صفر 7 77 شو عم بهون؟ رح يصير دوري. طيب هلا الجواب هون سابع رح يكون جواب حيكون الجواب تقريبا. احنا شو طلع معنا الناتج؟ طلع معي 147 صحيح و27% دوري. تمام. طيب هلا بدنا نقرب لاقرب عدد صحيح. بروح على اول منزل اللي هي منزله الاحاد اللي هي السبعه، بطلع على الاثنين على يمينها. هل اثنين اكبر او يساوي خمسه؟ لا. لا، اذا كانت اكبر او يساوي خمسه رح تعطي السبعه واحد وتصير 148. اذا كانت اقل من خمسه ما رح تعطيها. شو الجواب تقريبا؟ الجواب تقريبا حيكون 147 درجة. اذا تقريبا قياس الزاوية الداخلية الوحدة في مضلع له 11 ضلع وهذا مضلع منتظم راح يكون تقريبا 147 درجة. كيف؟ من القسم هيها قربناها لانها الاثنين ما بتعطي 7 1 فراح تضلها زي ما هي. الفكرة انك تعطيني الاقرب عدد صحيح لانه عم نحكي عن زواج. طيب اذا كان اكبر او يساوي خمسه راح تعطيها واحد، ما حتصير 147 راح تصير 148. لو الجواب مثلا طلع معي 147 صحيح و50% راح تعطيها واحد تصير 148 تقريبا. تمام. لو اعطتها واحد ما بالضبط تقريبا لانه مش الجواب بالضبط 147. لا، زي كيف انت تحكي معي والله 15 دينار و10 روش، تحكي قديش تقريبا معك؟ 15 ليره صح؟ يعني نفس الفكره 15 ليره تقريبا 16 صح؟ هيك بنحكي. طيب اخر فكره سابع، احنا لما اخذنا درس زوايا المثلث حكينا انه اي مثلث غير مجموع زواياه في له زاويه خارجيه من ايش بتنتج؟ حكينا بتنتج من اي ضلع مع مع امتداد الضلع المجاور له. وحكينا المثلث كم زاويه خارجيه له؟ ثلاث. طيب نفس الشيء اي مضلع في الدنيا، اي مضلع ينتج عندي زاويه خارجيه له من خلال انه امد ضلع مع الضلع المجاور له رح يشكل عندي زاوية خارجية، وعدد الزوايا الخارجية بيكون على حسب عدد أضلاعي. يعني إذا كان ثلاثي أو مثلث له ثلاث زوايا خارجية، إذا كان خماسي له خمس زوايا خارجية وهكذا. طيب الزوايا الداخلية حكينا للمضلع المنتظم له الزوايا الداخلية للمضلع المنتظم جميعها متساوية في القياس، وكمان الزوايا الخارجية كمان حتكون كلها متساوية في القياس. طيب كيف أنا ممكن أطلع قياس زاوية خارجية؟ هون ركزوا شوي. إذا هيك هلأ إحنا هذا القانون الثالث صار عندي. القانون الأول بيطلع لي مجموع قياس زوايا داخلية لمضلع بشكل عام. القانون الثاني أني أطلع قياس زاوية واحدة داخلية لمضلع، هذا المضلع لازم يكون منتظم. وآخر قانون اللي رح ناخده هلأ أكتب لكم إياه اللي هو إيجاد قياس زاوية خارجية لمضلع، هذا المضلع لازم يكون مضلع منتظم. رح استخدم القانون سابع اكس تساوي 360، هاي 360 رقم ثابت تقسيم ان، بحيث انه ان هي عباره عن عدد الاضلاع. خلينا ناخذ مثال من الكتاب. سؤال 9 معطيني انه الان تساوي 5، يعني عندي مضلع خماسي وهذا الخماسي هو خماسي منتظم. كمان هون اذا بكل الانواع
بس بالأول اللي هو مجموع قياس الزوايا ما رح يطلع عندي تقريبي، رح يطلع عندي عدد صحيح. فدائما لما يطلع عندي كسور على طول ايش بعمل؟ بقرب لأقرب عدد صحيح. طيب رح استخدم القانون x تساوي 360 تقسيم n. يلا يا رائد، x تساوي 360 تقسيم 5. يلا 36 كم 5 فيها؟ تردش عليهم. 7 كم بيضل من 36؟ 1. حطها مع العشر مع الصفر تصير 2. إذن كم قياس الزاوية الخارجية لمضلع خماسي منتظم؟ 72 درجة. واضح؟ ولا إشي. قانون بيحكي إنه عشان أطلع زاوية خارجية لمضلع منتظم جيب ال 360 واقسمها على عدد الأضلاع. فعندي مضلع خماسي منتظم بقسم 360 تقسيم 5. اعملها قسم طويل إذا مش عارف. إذا ما بتعرف تقسمها شفهي تقسم قسم طويل. تفضل. لا 36 تقسيم 5، 36 فيها 7 وبضل من 36 1. هاي الواحد بحطها جنب الصفر بتصير 10. 10 تقسيم 5 2. ما بتعرف هيك اعملها قسم طويل. 7 8 9 10 و 9 وراء. براء. براء. براء إذا سامعني راح أسكر الحصة، وإذا مش نائل ببعث لك المادة على الجروب. تمام؟